اليوم عطينا الانطلاقة العمل بالمجزرة الكبيرة ديال الجهة ديال الرباط سلا القنيطرال اللي كاينة في المدينة ديال سلا واللي هي عندها واحد الطاقة ديال 30,000 طن في السنة ويمكن لها توصل حتى 60,000 طن كتهم يعني اللحوم الحمراء بصفة عامة واللي فيها الأبقار والأغنام والماعز والإبل معايير يعني كبرى فيما يخص السلامة الصحية فيما يخص المحافظة على الجودة وتتبع المسار يعني لا ترسابيليتي فالمواطن اليوم والمستهلك يكون عنده واحد الشفافية فيما يخص يعني الجودة ملي كيشري يعني كيلو ديال اللحم ولا نص كيلو ديال اللحم راه يعرف منين جا وشكون اللي نتجو وبواحد يعني الجودة عالية مجزرة اللي تكلفت واحد الميزانية ديال 267 مليون ديال الدرهم في شراكة بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والجماعات نتاع الجهة اللي كيهمها الأمر واللي يعني غادي تعطينا واحد النموذج واللي كتهيكل سلسلة اللحوم بصفة عامة وهذا الشيء عنده واحد الوقع مهم جدا في تثمين ديال سلاسل الإنتاج بصفة عامة وغادي يكون واحد الرجوع فيما يخص القيمة المضافة لا المربي ولا المستهلك ولا يعني المهنيين اللي كيعملوا في الحلقات ديال هذه السلسله ووقع يعني جد مهم في التنميه ديال سلاسل الانتاج الحيوانيه ديال بلادنا اللي عندنا واحد يعني العقد البرامج مع المهنيين وهذا من بين المشاريع الكبرى اللي كتدخل في هذا التنزيل ديال هذه العقد البرامج. اليوم الحمد لله تم فتح او اعطى الانطلاق للمجازر الجهويه ديال رباط سله تماره هذا الافتتاح اللي شرف عليه السيد وزير الفلاحه والسيد الوالي والرؤساء ديال الجامعات وجميع المصالح المختصه في هذا المجال هذا مجازر من نوع عصري اللي غتمكن الحمد ان شاء الله من الذبيحه ديال واحد 30,000 طن ديال اللحم في السنه ويمكن هذا العدد يمكن يتضاعف هذه مجازر اللي كتخضع لمعايير دوليه اللي غتجعل ان شاء الله تسهل المواري على الناس اللي تي مستعملين المجازر من الفلاحه ومن الكسابه وكذلك غادي توصل للمواطن واحد اللحم واحد الجوده عاليه جوده اللي غادي تكون فيها التتبع ديال اللحم من عند الفلاح حتى عند ان شاء الله حتى عند الجزار اللي غادي يبيع اللحم للمواطنين اذا هذه اليوم هاد المجازر غادي تتم ان شاء الله الافتتاح ديالها غادي تتم ان شاء الله غادي من بعد يكون في الاغلاق ديال مجازر ديال الرباط اللي تم ديجا وغيكون من بعد تجريجيا الاغلاق ديال مجازر السالة والمجازر ديال التمارا الصغيرات تيوم اليوم الانطلاقه الفعليه ديال العمل بالمجازر الجهويه على مستوى الجهه ديال الرباط سالة القنيطرة واللي كيتواجد بالجماعه ديال سيدي بوقنادل هذه مجزره عصريه تستجيب للمعايير ديال السلامه الصحيه
تم البناء ديالها على مساحه ديال 4 ديال الهكتارات وبسعه ديال 30 الف طن في السنه. بطبيعه الحال هاد المجازر الجهويه كيهموا العمالات ديال الرباط السلا وايضا سخيرات التمره. هو عمل ديال العديد من الشركاء من الزارات كما قلت من الجيل الجديد، واللي فيها ايضا لا تراسابيليتي من الدخول ديال الماشيه الى الوصول ديالها للمستهلك. غيعرف المستهلك ديالنا هذا اللحم منين جاي ولا راس ديالو ايضا شكون الكسب اللي كان عنده، بطبيعه الحال غادي ياخذوا باطمئنان. هاد المزارة تندرج في اطار استراتيجيه ديال الجيل الاخضر او المخطط الجهوي الفلاحي على مستوى الجهه، واللي فيه تنزيل ديال 5 المجازر على مستوى الاقاليم والعمالات اللي تابعين للجهه. المزارة الاكبر هي هذه اللي كاينه في سيدي بوقناد، وكما قلت السعه ديالها تلبي حاجيات ديال الرباط وايضا سلا وسخيره التمره. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.